الأمن ما تلا خالي والناس عادي نطاح عليه في الجارة
ولا قال جاي الشمسيد عاد يكتب. وأطمن ذاك، أطمن ذاك اللي شبابنا وأولادنا عادوا معرضين للمخدرات، اللي يحولوا اي شيء بريء يحولوه الى وحش مفترس يقد يكتب راسه يقد يكتب خوه. نقد نقول على ان الشعب الموريتاني اليوم يعاني كامل متوحد في المعاناة والظلم والغبن، هذا متوحد في كل الشعب الموريتاني الابيض منه والاكحل والاسود واللي بين البينات، هذا كامل يعاني من هذه الوضعيه. اذا الشعب موحد الظلم، الشعب موحد الظلم، موحد الجوع، موحد العطش، يا رب يتوحد فيما بينه لمواجهه هذه الوضعيه. اللي اجبرنا من طرف السلطه هو على انها متباركه ما عاد تعدلش الترقاع، ترقاع هون وترقاع هك، وبعد سنتين ولا ثلاثة ما فات تغير شيء، الوضعية ما زالت إلا مصيبة. اليوم الناس جياع وينقال لها الأسعار بها اللي ارتفعت في العالم، وينقال لها الأسعار بها حرب أوكرانيا. أنا مسولكم، هو اللي قال جيعان لا يدير في صابرته، هذه الأعداد لا يدير في صابرته، الأسعار على أنها مرتفعة في العالم. السلطة القائمة مسؤولة أن تحمي الشعب وتحمي المواطنين من الجوع وتحميهم من الأعداد وتوفر لهم الأمن، هذا هو واجبها. واللي تعود ما هي قادرة تعدل رياضة النزاع. احنا هذه المشاكل اللي يعاني منها الشعب نعرف انه متوحد فيها، يا غير خالي هم اللي بعض الشعب من اجل اعلان انه يتوحد وانتم متوحدين كامل. يا الله نطرحوا بلد، ذاك اللي منا مغبون، ذاك اللي منا مهمش، ذاك اللي منا ظروفه صعبة. فينا اللي فينا، وهذا لا نقول لكم بكل وضوح، احنا في اتحاد قوة تقدم نسعى لتوحيد الشعب الموريتاني مقومياته كاملة. راعوا في المخاطر اللي تهدد هاي الوحدة، ومنها أعلن السلطة القائمة خلات إيوان، ما هو إيوان عذر متبارك معايا ينمو ويهدد الوحدة الوطنية. لكن شنو هو؟ هو أعلن اللي منا أقليات زوجية عنده مظالم مطروحة من 30 سنة تتعلق بالمظالم اللي تعرض لها وتتعلق بالتمييز اللي يعاني منه في الحياة اليومية. هم تعودوا في طنطو وهم فطنوا وحسوا بها على ما تلاقوا قاع في المشهد الوطني إلى أن تلاقوا تخليق تعيينات لهم هم ما هم فيهم، يسوى في أي شيء، يسوى في الجيش ويسوى في الحياة المدنية، وعادوا قاع لا معتبرين كانوا قاع ما ولا يعودوا موريتانيا. هذا خطير على الوحدة الوطنية، هذا خطير على الوحدة الوطنية. إذا يا الله الشعب الآخر يفطن ويتضامن معاهم من أجل تغيير هذه الوضعية اللي هذا يهدد الوحدة الوطنية. كذلك احنا فينا فئات تقليديا مهمشة، مجتمعنا التقليدي كانت مهمشة وكانت مظلومة، هي هذه ما فاتت رالها شيء، ما زالت لا فيك وضعية الغبن ووضعية التهميش، وهذا يربع لي ياسر من الضغائن وياسر من الأحقاد وياسر من الظروف اللي تقد تفتح باب الشيء هدد ملي الوحدة. يا الله كاملين نتضامن معاهم ونسعى للقضاء النهائي على الرق وعلى مخلفات،
وتعود هاي القضية ما هي قضية الناس اللي تعاني من الرق ولا قضية الحاطين، هذه قضية الشعب الموريتاني كامل ومن الضامن عليهم، هذا هو اللي الإلهي مثل الوحدة الوطنية. هذه المشاكل كاملة، هذه المشاكل كاملة. احنا اللي جاء للرئيس الجديد قلنا لا نرد عليكم اخبارنا، لا نرد عليكم اخبار هاي الهدنه اللي فوتنا فيها عامين والله ثلاثه، وانتم تساولوا والناس تساول، هم مالهم، هي المعارضه مالها، لا نقول لكم اخبارنا. احنا اللي شفنا هاي المشاكل كامله قلنا اعلن لا بد من تسويتها، واللي قد يسويها لا اصلاحات كبيره، وان اعجل شيء قد يعدل وامن شيء قد يعدل. إلى قبضنا وقنعنا الرئيس الجديد اللي ما فات التزم بصاحبه الأول على أنه لا يتماشى على طريقه، أنه يمشي معانا شرح حوار، لكن الحوار مواضعه تعرفوا شنو هي؟ مواضعه لا للمشاكل. احنا الحوار اللي كنا ندوره مواضعه لا حل هذه المشاكل، ما هو تقسيم الكعكة من بين السياسيين ولا وتبادل الوظائف ولا وتبادل المصالح الخاصة. فوت الرئيس مابي، فوت عام هو مابي، وحنا نتفالقين مع الوطن، وعقب قبلها لنا، قبل لنا الحوار، ولين قبل لنا الحوار محيط هو فيه ياسر من الناس ضد الحوار، وتبارك معي قريبين وقول له انه راه وعد الخطا، وان راه هي المعارضه لا تقر ولا هي لا تقود شور الهويه. ومن ذيك الساعه احنا وهذا نتناوقوا، احنا نقدموا ندبوا الدوله شور الحوار، وهم يعقلوا ويحاولوا على ما يمنعوه، الين عقبنا نجحنا فن يجروهم الى النقطه الحاسمه، قضيناهم للنقطه الحاسمه. اللي السلطة فرص عليها تخلي الحوار يخلق، والله زاد والله زاد تظهر انها تعهداتها ما عندها مصداقية. بيه الرئيس فات وقف قدام الرأي العام، وفات وقف قدام الطبقة السياسية، وفات قالها للشعب الموريتاني وقالها للخارج على انه هذا الحوار انه داعمه وانه مواكبه وانه مخرجاته لا يطبقها. هذا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذا ما قال. اذا اللي انت قبل السلطة وفي اخر لحظة تنقض عهدها وتلغي الحوار من طرف واحد، هذا احنا ما كنا ركوب ولا طحنا ولا مخسر علينا شيء، هذا فضيحة للنظام، فضيحة للنظام. هذا يضر مصداقية تعهدات النظام، مصداقية تعهداته السياسية والأخلاقية. ولذلك احنا نعتبر على ذي الفئة ذي الجماعة اللي السلطة جرت النظام على يتخلص من الحوار، على انها اضرت بالنظام، سابق ضرنا احنا، اضرت بالنظام باللي اليوم تعهداته كاملة عاد ما حد يشك، باللي ما حد يقدر يوثق فيه. هي بالطبع اعلنها عدل تنقلاب، هذا القضاء على الغاء الحوار، هذا يشكل انقلاب على الشعب الموريتاني، على امال الشعب الموريتاني، بان الحوار كانت الناس معوله على انه يقدعوه باب امل لحل بعض المشاكل. اليوم هذا الباب انفض وقفلوا النظام ومسؤول عن عواقب ذاك القرار اللي كان. اللي تلبوا له
اللي تلون ذا هو على انهم يبانوا يانس والله والنامس، طرحوا قضيه الانتخابات وهمهم يعدلوها يمشوا بها وحدهم ويسيروها وحدهم. هذا هم ينعت على مع الاسف هناك توجه للعوده، عوده حليمه لعادتها القديمه. بهم اللي هم كانوا يقولوا وهم قالوا قدام الراي العام انهم لا معلقين الحوار، واعلن الحوار لا معلق، وانهم معلقين وبهم اللي خالقين طرف والله اثنين متخلفين ويختاروا لا يسمعوا اراهم ويشاركوا اراهم في الحوار. يا غير هذا القرار اللي قبل قضيه الانتخابات ظهر اعلنهم ما تلاقوا قاع مشاركين رقاي فراغ. ما هم الا ذوك اللي كانوا متخلفين اللي يسمعوا عليهم قالوا انهم لابد من يسمعوا اراهم، هم قاع ما لابد من متلاوي يسمعوا راي احد، ماشيين وحدهم ماشيين في الطريق وحدهم. وهذا ينعت على ان ذاك اللي كانوا العذر اللي يقولوا اعلن بين المعارضه ومسؤوليه المعارضه انه ما هو حق، وهذا ظهر فذا القرار اللي قبله ان لا يم عينك عين النعجه، وهم هو الحوار لابد من يخلف والله ما يخلف، قمضوا عينيهم وقالوا الله غالب بهم اللي هو هو اللي هو. اليوم احنا نختار نقول بشكل واضح للنظام انه اللي عدل فاتح الباب شور المجهول، فاتح الباب على المجهول، وعلى ان هذا الشعب ما هو لا يقبل وذي المعارضه ما هي تقبل ولا لا يتقبل من جديد على ان رجاج اختطف في الانتخابات، وعلى ان رجاج يتجاهل وضعيه المواطنين، هاي الناس اللي في الجوع، وهاي الناس اللي في العطش، وهاي الناس اللي تعاني من الظلم، وتعاني من الحرمان، وتعاني من قله لبن، ما هي ليتم سكوت؟ انتم ليتم ولا سكوت؟ ليتم ولا قابلين للوضعيه؟ ما ليتم اليوم؟ نعرف الشعب الاخر ما ليتم الا قابله؟ اذا غالط تماما حد شاك على ان الشعب الموريتاني لا يتم مستكين لهذه الوضعيه، ما هو لا يتم مستكين. اذا السلطه عليها ان تقدر الخطر اللي ماشيه به لين تتلم لين ترجع للنهج القديم، نهج العشريه. هي لا يتم بعض مسؤوليه خطيره عليها هي، بالطبع على البلد، غير ما اللي احنا كاملين كلنا يدور بعض مسؤوليه، والشعب يدور بعض مسؤوليه، والمعارضه تدور بعض مسؤوليتها، واتحاد قوه التقدم. هو لوت اللي طالب منكم انتم هو على انكم في الشعب الموريتاني توعوه وتقولوا له انه يعز على وحدته به اللي خالق ياسر من الاصوات من السفهاء اللي يختاروا يخصوا وحده الشعب الموريتاني ويختاروا يخلقوا بينه نعرات. هذا يا رب تواجهوا بهم اللي هم هذو السفهاء، بهم اللي هم هذو ياسر الحلال، وراءهم ايادي داخليه وخارجيه تختار الخصم بين الشعب الموريتاني وتختار تمزق وحده. اذا يا الله مدة الصدام. لين يعود الشعب الموريتاني موحد ما له يقوى لشيء، ما له يقوى لشيء. وهذه المشاكل المطروحه الدور تجبرنا القلوب بالتي والتي، ويسوى نظام قبل من جديد يرجع عن هذا المسار الأحادي اللي ماشي فيه، ويسوى ما اللي استمر فيه. الكلمة الأخيرة ستبقى للشعب الموريتاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.